أحبائنا عبر قناة مودرن سبورت تنتهي المباراة بين اتحاد الشرطة والمصري بتعادل إيجابي 1-1. تقدم المصري بهدف للاعب كوليباري وعدل النتيجة اللاعب بوبا في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول، ليرتفع رصيد اتحاد الشرطة عند النقطة 24 ويرتفع رصيد المصري إلى النقطة 20. دمتم لنا أوفياء بالمتابعة وحسن المشاهدة عبر قناة مودرن سبورت. التقينا بالمحبة وأيضا على المحبة نفترض. دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم خالص تحياتي محمد الغياتي. يعني إيه كوكسي؟